الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها العلماء الفضلاء والأئمة والخطباء، أيها القادة، أيها السادة، أيها الأفاضل والأكارم، إنني أشكر الله تبارك وتعالى على أنه جمعنا بهذا اللفيف الطيب المبارك من العلماء والفضلاء والأئمة والخطباء في المساجد في البلد الأغر وهو تركيا، وفي مدينة صمصون الغراء المباركة الطيبة بهذا المركز العظيم الكبير للدراسات العلمية والفكرية. إنني تحت إشراف ورئاسة فضيلة الأستاذ إحسان شن أجاك لهذه الحفلة المباركة الطيبة ألتقي بكم في هذه الأمسية، وإن هذا اللقاء الذي يتم بيننا إنما هو لقاء علمي دعوي فكري. إن هذه اللقاءات قلما تتاح فرصها وقلما يمكن أن نجتمع فيما بيننا، فأنتم لا تأتون إلى الهند ونحن كذلك لا نأتي إلى تركيا كثيرا، ولكن لنا والحمد لله زيارات متعددة لهذا البلد العريق، لهذا البلد الأصيل، لبلد العظائم والأمجاد والخدمات العظيمة الجليلة. إننا أيها الإخوة الأكارم الفضلاء أهنئكم على ما تقومون به من دور ريادي قيادي للأمة المسلمة، ولا سيما الأمة المسلمة التركية التي حكمت العالم الإسلامي قرونا، والتي بدأت قصتها بالقائد العظيم عثمان التركي، ثم قدمت إلى الأمة الإسلامية القائد المفخم المحترم الجليل محمد الفاتح، ثم كان من أواخر القادة الأكارم الأماجد السلطان عبد الحميد الثاني العثماني. إن هذا البلد لعلكم لا تعرفون كم كان له ولا يزال له من الشرف والمكانة الجليلة المحترمة في نفوس المسلمين في القارات كلها، ولا سيما في شبه القارة الهندية التي كانت كأنها ولاية من ولايات تركيا. فعندما كانت هنالك مؤامرات لإزالة الخلافة العثمانية، كانت أقوى الحركات لحماية هذه الخلافة في شبه القارة الهندية، أقيمت حركة الخلافة التي طبقت الهند كلها، والتي كان لها دفي كبير جدا، وكان هنالك من العلماء والمثقفين والفضلاء من يقومون لحماية تركيا وللدفاع عن تركيا
ولجمع التبرعات من مسلم الهند لتركيا آنذاك. لقد كانت علاقات قوية، ثم أعيدت هذه العلاقات بعد فترة من الزمن أقوى ما تكون. هذا العصر الذي نعيشه عصر التكنولوجيا الحديثة، عصر الإلكترونيات، عصر القنوات، عصر المواقع الإلكترونية. أصبحت الدنيا كلها كأنها بيت واحد أو حجرة واحدة. الأمريكي مع الأسترالي مع الإفريقي مع الأوروبي مع الآسيوي، كلهم اجتمعوا كأنهم في غرفة واحدة. فما يجري في تركيا تسمع حسه في الهند، وما يجري في الهند أو في أي بلد بعيد تسمع حسه في تركيا. لا بعد سنوات أو شهور أو أيام، بل بعد دقائق وثواني يمكن أن تحس بما يجري في أي بلد من العالم. وإن تركيا المشرفة المجيدة في هذه الآونة بالذات، في هذه الفترة من الزمن التي تعيش الأزمات الكبيرة العالمية، هذا البلد الكريم آوى السوريين المشردين المهجرين من بلاد الشام، من بلاد الشام المباركة التي باركها الله تبارك وتعالى ونادى ببركتها في القرآن الكريم. لقد آوت تركيا أهالي سوريا، وآوت تركيا المشردين والمهجرين من مختلف الأماكن. وهذا يدل على أن أهالي تركيا يمثلون دور الأنصار في المدينة المنورة. ولعل هذه الطبيعة إنما جاءت بسبب اتصالهم بسيدنا أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الذي احتضنته تركيا، والذي تباركت به تركيا، والذي رجح أن يدفن في تركيا على أن يدفن في المدينة المنورة. فإن أبا أيوب الأنصاري كان يمثل الأنصار، وكان مضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنتم بارك الله فيكم أصبحتم مضيفين للمسلمين المشردين المهجرين. كان هنالك من هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وهاجر من مدن وقرى وصحاري وأرياف في الجزيرة العربية إلى المدينة المنورة، فآوتها المدينة وأسكنتها المدينة واحتضنتها المدينة. وكان الأنصار أنصارا بمعنى الكلمة للمهاجرين. وهذا ما فعلته تركيا الآن، فهي تمثل دور المدينة المنورة، وهي تمثل دور الأنصار، وهي تمثل دور أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. على الأئمة والخطباء أن يذكروا ذلك فيشكروا ويشكروا وينصروا وينصروا ويؤزروا ويؤازروا، وأن ينادوا الشباب في تركيا والمسلمين بصورة عامة: أنتم أصبحتم الآن في بلد طيب كريم يمثل دور المدينة المنورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لكم يا أهالي تركيا، وهنيئا لكم أيها الشعب التركي، وهنيئا لك أيتها الحكومة التركية الراشدة، هنيئا لكم أيها الأئمة والعلماء، هذه الضيافة الكريمة المعطاءة، وهذه الأخوة الإيمانية الإسلامية، هذه الأخوة النابعة من العقيدة الإسلامية والقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. فقد قال رب العزة والجلال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الأئمة والدعاة،
إنكم تحتلون منصبا جليلا محترما له مكانته ودوره وله مواثيقه وله مسؤولياته الجليلة الكبيرة. إنكم تقفون على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم عندما تقفون في المحراب كأنكم تمثلون دور سيد هذه الأمة، بل سيد الأفضلين والآخرين، وبذلك يجب عليكم أن تستشعروا عظم هذه المسؤولية التي أناطها الله تبارك وتعالى بكم أيها الأفاضل والأماجد والأكارم. إنكم في محراب النبي عليه الصلاة والسلام، إنكم على منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الله تبارك وتعالى قال عنكم وخاطبكم بهذا المنصب الجليل، منصب القيادة والريادة، قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالأمة شاهدة على الإنسانية كلها، وأنتم ممثل الأمة، قادة الأمة، سادة الأمة، أئمة الأمة، دعاة الأمة، قراء الأمة، فأنتم معنى ذلك المسؤولية كبيرة عليكم، والمسؤولية هذه مضاعفة عليكم، وهي مسؤولية الشهادة على الناس جميعا، أبيضهم وأسودهم وأحمرهم وآسيويهم وأوروبيهم وأمريكيهم وروسيهم وأستراليهم، إن هذه مسؤولية الشهادة على الناس جميعا، الشهادة بالحق للحق في الحق، هذه الشهادة هي المطلوبة من هذه الأمة الإسلامية ومن سادة هذه الأمة، المسؤولية مضاعفة. وقد قال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الأمة أخرجت للناس، لم تكن هذه الأمة محدودة منحصرة متقوقعة في مكانها الجغرافي الضيق، ولم يكن يراد أن يكون المنصب منوطا بقوم دون قوم وشعب دون شعب، بحيث يتحجر الموضوع وتتضايق الجغرافية العالمية. إن هذه الأمة مبعوثة إلى الناس جميعا، لقد كان هذا المعنى يستشعر بها قادتكم وسادتكم وحكامكم في الأيام الزاهرة، أيام المجد وأيام العطاء وأيام الازدهار وأيام التاريخ المشرف، فكانوا يذهبون يمينا وشمالا وأماما وخلف، كانوا يتجهون إلى كل جهة ليحملوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ليحملوا رسالة القرآن إلى أوروبا. جاءوا من البلدان البعيدة ودخلوا في هذه البلدان وتقدموا، ولو كان الله قدر لهم لفتحوا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ولا شك أنهم لم يكونوا يفتحونها إلا للإنسانية وإلا للحضارة وللمدنية وللقيم الخلقية، ولأن ترجع هذه الدول عن غيها وعن جهلها وعن جاهليتها وعن شركها وعن وثنيتها وعن قيمها المتردية المنحطة إلى الإسلام الذي يرتقي بالناس جميعا من الوهدات ومن الحفر ومن الخنادق ومن الوحل ومن النجاسات، فيرتقي بهم إلى الثريا، يرتقي بهم إلى السماوات العلى،
كانت هذه الأمة مبعوثة وكانت تركيا تستشعر بهذه المسؤولية، فلذلك كانت تركيا تحتضن خراسان وأفغانستان والهند، وكانت تحتضن كذلك البلقان وتحتضن مناطق من أوروبا وإفريقيا، لأنها كانت تعرف أن هذه مسؤولية إنسانية عظيمة جليلة ألقيت على عاتق كل مسلم وألقيت على عاتق الأمة الإسلامية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم تخرج للأتراك، ولم تخرج للبيض أو للسمر أو للسود أو للقوم الفلاني والقبيلة الفلانية، أبدا، كلا، إن هذه الأمة أخرجت للإنسانية، فلا بد أن تكون المعاني الإنسانية معيشة، لابد أن نحياها ونعيشها ونتلمسها ونشعر بها ونخوض فيها. بعثت هذه الأمة للإنسانية، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بالثقة في الله، بالإيمان بالله، باليقين في الله، بالاعتماد على الله، بالتمسك بأذيال المصطفى صلى الله عليه وسلم، بالاعتصام بحبل الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تكون هذه الأمة آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر بكل معروف، وناهية عن كل منكر على النطاق الفردي والأسري والاجتماعي والإداري والتنظيمي والمحلي والعالمي والحكومي وغير الحكومي. لابد أن يكون الأئمة والخطباء والدعاة يوجهون كلمة الحق إلى الناس جميعا، حكاما ومحكومين، كبراء وصغراء، ونساء ورجالا، وصغارا وكبارا. هذه هي المسؤولية التي أنيطت بهذه الأمة، وأنتم سادة الأمة وقادة الأمة وعلماء الأمة وعلى منابر الأمة، أنتم تملكون المحاريب والمنابر، وتملكون المحطات الإذاعية والقنوات الفضائية، وأنتم تملكون ما تملكون من العلم والفلسفة والشهادات للماجستير والدكتوراه وغير ذلك. فإذا المسؤولية مضاعفة عليكم. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين وعن هذا العلم وعن هذه المعرفة الإسلامية، قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والمراد بهذا العلم العلم النبوي، العلم القرآني، العلم الرباني، العلم السني، علم السنة، علم الآثار، علم الفقه الإسلامي، علم الكلام الإسلامي. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والعدول هم الذين يؤتمنون ويوثق بهم ويكونون صادقين وصالحين ومخلصين، يقولون ما يقولون لله ويستشعرون عظمة الله ويتمسكون بأهداب هذا الدين، هؤلاء هم العدول. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه هي المسؤوليات الثلاث المهمة الكبرى، أنه قد ينشأ هناك غلو في الناس، وقد يكون هنالك تجاوز للحدود، وقد يكون هنالك تعد، وقد يكون هنالك ما لا يدخل في الدين. لابد أن يكون العلماء، لابد أن يكون الأئمة والخطباء، لابد أن يكون الدعاة والمفكرون ينفون هذا الغلو، سواء كان هذا الغلو في العقيدة أو كان في القانون أو كان في العمل أو كان في الفكر أو كان في السياسة أو كان في ساحة الجهاد أو كان في أي مكان من الأماكن. إذا كان هنالك غلو ومغالاة
وتجاوز للحدود الشرعية التي قررها الله تبارك وتعالى. لا يجوز للعلماء أن يسكتوا وأن يبقوا أعاجم كأن ألسنتهم ألجمت وكأنهم حرموا من الكلام، لابد أن يتكلموا بألسنتهم هذه التي رزقها الله تبارك وتعالى للإبانة والإفصاح، لابد أن يفصحوا ولابد أن يبينوا ولابد أن يقيموا الحجة على الناس، حتى لا يمكن أن يقول أي شخص ما علمنا، ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من هاد، ما تكلم معنا أي عالم كان يسكن معنا فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر، وكان يتكلم على المنبر فكان يذهب يمنة ويسرة ويقول هذا وهذا، ولكن لا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروف ولا يدخل في الصميم ولا يتناول القضايا الاجتماعية ولا يريد أن يصلح الأفراد والمجتمع، كأنه في حلم، كأنه في عالم آخر. هذا ما يشعر به الناس عندما يقوم الخطيب على المنبر، ثم لا يخاطب العقول ولا يخاطب النفوس ولا يخاطب المجتمعات، بل إنما يتحدث في قضايا لا تمس الناس في مجتمعاتهم وفي أسرهم وعوائلهم. فهذا لا ينبغي، لأن المسؤولية مسؤولية حساسة، مسؤولية دعوية إصلاحية مهمة، فلا بد أن يشعر بهذه المسؤولية العلماء الأفاضل، وأن يتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. والانتحال أن ينسب أي شيء من الخارج للإسلام وأن يلحق به وأن يدخل فيه من الفلسفات البعيدة والأفكار الهدامة والآراء والنظريات الباطلة، تدخل في الدين عن طريق الدكاترة والبروفيسور في الجامعات العصرية الذين لا يحملون من علوم الشريعة ما يرسخهم فيها، يأخذون من هنا ويأخذون من هناك ويقرؤون بعض الأبحاث عن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، فينصبون أنفسهم أئمة يستطيعون أن يجتهدوا وأن يقولوا ما يشاءون في الشريعة الإسلامية. لا شك أنهم أتوا من جهلهم، لا شك أنهم يحملون الشهادات، وهذه شهادات الأيام الجاهلية، ليست شهادات المعرفة بالله، ليست شهادات العلم النبوي، ليست شهادات قرآنية يعطيها رب العزة والجلال لمن يعبدونه ويخلصون دينه ويخلصون الدين مع الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو الذي يخشى الله، العالم يكون رقيق القلب، العالم يكون سريع الدمعة، العالم يكون منيبا إلى الله، العالم هو العبد الخاضع لله، العالم هو المتذلل لربه تبارك وتعالى، العالم هو الذي يكسر عبادة ربه عز وجل، هو العالم. وأما من لا يحمل هذه الصفات فإنما سمته هذه الدنيا الهزيلة الباهتة المرزولة، إنما سمته الدنيا عالما، وليس هو مسمى عالما عند الله ولا عند رسول الله ولا عند الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والمحدثين والمجددين والمصلحين، هم لا يعتبرونه من العلماء، لأن العلم يتطلب عملا وإخلاصا. قال تعالى: عن أنصاف العلماء وهم الكسرة الكاسرة في الجامعات العصرية والكليات العصرية. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويصف الله تبارك وتعالى علمهم هذا الذي ينبت فيه الشكوك وتنبت فيه الشبه ويأتي بالتلبيسات والتدليسات والتخبيسات والشيطنات والجرائم. هذا العلم إنما يصفه الله تبارك وتعالى فيقول: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها
بل هم منها عمون، عميان صم بكم عمي فهم لا يرجعون. لقد كان أهل اليونان يحملون الشهادات الكبيرة، كان أرسطاطاليس وكان فيثاغورس وكان نيقولس وكان هناك فلاسفة كبار وكان هنالك قانون حمورابي في العراق وكانت هنالك الملحمة الشعرية الكبيرة في إيران وكانت هنالك أشياء وأشياء في اليمن وفي مصر وفي الهند وكانت السند والهند تشتهر بعلومها ومعارفها، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى عن هذه الدنيا كلها، عن هذه الدنيا كلها قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا وصف القرن السادس ووصف القرن السابع، حيث ظهر محمد صلى الله عليه وسلم بثورة علمية خلاقة عظيمة جليلة، حيث أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه في غار حراء: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات هي التي قلبت الدنيا وغيرت الدنيا وجاءت بدنيا جديدة. كانت دنيا الظلام، كانت دنيا الجاهلية، كانت دنيا الكفر، كانت دنيا القهر، كانت دنيا الجبر، كانت دنيا يظلم فيها العبيد وتظلم فيها النساء ويظلم فيها الصغار ويظلم فيها الضعاف. فجاء الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم ليقيم القسطاس المستقيم وليقيم العدل على الأرض ولينزل رحمة الله تبارك وتعالى على الإنسانية كلها. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. اقرأوا التوراة، اقرأوا أولد تستمنت، اقرأوا نيو تستمنت، اقرأوا الأناجيل، اقرأوا كتب التوراة، تجدون فيها وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه رغم التبديل والتحريف والتغيير، رغم كل ذلك تجدون هنالك ما تجدون. فقد كتب ديفيد بنجامين الكتاب الكاشف عن كثير من الأسرار باسم محمد in the Bible، محمد in the Bible. وقد كشف أن محمدا صلى الله عليه وسلم مذكور بنفس هذا الاسم في التوراة، وأن الإسلام مذكور في التوراة، ولكن المحرفين المغيرين الجائرين غيروا وبدلوا ونقصوا وزادوا فعلوا هذه الأفاعيل. وكم هنالك من الكتب، موريس بوكاي المفكر العظيم والمؤرخ الكبير ألف كتابه عن التوراة والقرآن والعلم الحديث، فكتب كتابه بعنوان Old Testament and Quran and the Science، لعله بهذا الاسم أو باسم آخر، ولكنه تحدث عن أخطاء التوراة الكثيرة التي تضاد مكتشفات العلم الحديث، وأثبت أنه لا يوجد هنالك تضاد وتعارض بين القرآن وبين أي حقيقة علمية كونية كشف عنها العلم الحديث. ولأجل ذلك آمن بالله وآمن بالرسول وآمن بالقرآن وآمن بالإسلام. موريس بوكاي وروجه جارودي وأمثال هؤلاء المفكرين الأوروبيين الكبار الذين أخلصوا للعلم فاهتدوا إلى الإسلام.
وهذا ما ينبغي أن نعرضه على العامة من الطلاب والشباب الذين يدرسون في الجامعات والكليات والمدارس العصرية، الذين لا يعرفون عن حقائق الكتاب والسنة والإسلام وعن حقائق سيرة محمد صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يعرفوه، فإنهم إذا فعلوا ذلك ستكون هنالك إن شاء الله ثورة علمية فكرية دعوية كبيرة، وسوف ينفذ الإسلام في قلوب الكثيرين ممن درسوا في الجامعات والكليات، لعلهم يتقدمون إلى الإسلام قبل الشعوب وقبل الناس الذين لم يدرسوا بعد، لأن الإسلام هو العلم والعلم هو الإسلام، ولكن لابد أن يكون العلم صحيحا 100%. فإذا كان الأمر كذلك فالعلم والإسلام توأمان لا يتفرقان، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الثورة العلمية التعليمية العملاقة التي أخرجت الجزيرة العربية من الجهل إلى العلم، ومليون مربع ميل تغير في ظرف 10 أعوام أو على الأكثر 23 عاما. أصبح كل إنسان في الجزيرة العربية متعلما، أصبح متفقها، أصبح يعرف حقائق الدين والدنيا وحقائق الأولى والآخرة وهكذا. ولا أريد أن أطيل عليكم، وأنتم ما شاء الله كبار الفاضل والأئمة والدعاة، وأنا أبلغ إليكم تحيات أهل الهند، تحيات العلماء والطلاب وعامة المسلمين، وهذه التحيات للشعب التركي وللحكومة التركية وللعلماء في تركيا وللمثقفين في تركيا، وإننا نرجو منكم دورا قياديا كبيرا في مستقبل الأيام، فكما أن المدينة المنورة آوت المشردين المهجرين في السنة الأولى من الهجرة النبوية، ثم إنه كانت هنالك معركة بدر في السنة الثانية ومعركة أحد في السنة الثالثة، ثم اجتمعت الأحزاب كلها في السنة الخامسة، وكان الناس يظنون أن هذا هو وقت الأزمة الشديدة والمحنة الشديدة والبلاء الشديد، فإذا بالله تبارك وتعالى فرق هذه الأحزاب كلها وانجل الإسلام بحقيقته الناصعة للمسلمين وللكفار، فهزم الكفار الذين جاءوا بالأحزاب يوم الخندق يوم الأحزاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. لقد تكالبت الدنيا على تركيا هذه الأيام، لأن تركيا صاعدة، ولأن تركيا راقية ومزدهرة، ولأنها تريد أن تملك الزمام، ولأنها تريد أن ترجع إلى عهود العثمانيين المشرفين الأوائل الأماجد، لأنها تريد ذلك، وهذا هي هذه أصبحت غصة في حلاقيم الكفرة المردة الملاحدة المجرمين، فقد تكالبت كلاب الدنيا على هذا البلد وعلى سوريا وعلى العراق وعلى بلدان أخرى، ولذلك فإن هنالك دورا رياديا قياديا، مثلوا دور الخندق، مثلوا دور الأحزاب، قولوا آمنا بالله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما صدق الله، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فقد اجتمعت الأحزاب ونحن نزداد إيمانا، ونرجو إن شاء الله يوم الفتح المبين حتى سيجدد، كأنه يجدد نزول سورة الفتح، وكأن الله تبارك وتعالى سيخاطب إن شاء الله المسلمين فيقول لهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثقوا بالله، ثقوا بالله، آمنوا بالله، جددوا إيمان الشعب التركي، وقوموا
قوموا قومة واحدة وقفوا وقفة واحدة ضد الطغاة، ضد الجبابرة، ضد المنافقين، ضد الملحدين، وإنكم أنتم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم المنصورون. أبشركم بهذا النصر الأكيد المبين إن شاء الله تعالى، إذا آمنتم وصبرتم، وإذا تكاتفتم وتناصرتم وتآخيتم وتضامنتم، وإذا كنتم تمثلون الوحدة الإسلامية والأخوة الإيمانية، ووقفتم مع الهندي والباكستاني، ووقفتم مع الإفريقي والأمريكي والأوروبي على رصيف واحد وعلى مكان واحد، تقفون لله تبارك وتعالى، فإنكم ستنصرون، ولله الكلمة العليا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.